هذا الكل بنعرفه عمل ترند. خد راحتك هو عمل ترند. شو كان المشهد؟ الخزانة؟ على فكرة هيدا ليه تعبك؟ هلأ شوف كل مشاهد الخزانة متعبة خاصة بالجزء الأول. بس أول مشهد كان كل مشاهد الخزانة اللي كانت هالقد هي كان متعب أكتر شيء. ليش؟ لأنه مو مجهز الخزانة. كانت صغيرة كتير. خزانة البيت اللي عم نصور فيه. قعدت فيها قعدت بقلب قعدت بقلب لا وفترة منيحة يعني. أنا فكرت فتحوا لك شيء من لا 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 حدا عم بيناول لك مي. ثاني مرة جابوا خزانة عملوا خزانة بس أول مرة كان الحقيقي أول جزء كله كان حقيقي.